إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. الحكاية أدب جميل، فكيف إذا كانت في حضرة نبي؟ والإصغاء لها مادع، فكيف إذا كان راويها سيد الأولين والآخرين؟ هنا حكاية لا تشبه الحكاية، لأن راويها لا يشبه الرواة. هو الذي ما ضل وما غوى، وما نطق يوما عن هوى، علمه شديد القوى، فجاءنا بحديث إن هو إلا وحي يوحى. نقدم اليوم مقتطفات نيرات ولطائف متفرقات من كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عددها 58 لكاتبه الأستاذ أدهم شرقاوي. والكتاب يتكون من 288 صفحة، فإليكم شيء لطيف مما فيه. صدقة. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. الدرس الأول: هذا هو شأن الناس دوما، إذا ترفعت عن رد الإساءة قالوا جبان، وإذا تصدقت قالوا يرائي، إذا صاحبت عالما قالوا يتزلف، وإذا صافحت عاصيا قالوا هو مثله، إذا أحسنت إلى زوجتك قالوا خروف، إن لم تجاريهم في المعصية قالوا متزمت، وإن لم تجاريهم في قبول الرشوة قالوا غشيم، إن تحجبت قالوا جاهلة بالموضة، وإن غطيت وجهك قالوا تستر قبحها، إن أطعت زوجك قالوا ضعيفة الشخصية. فكن أنت ولا تسمح لهم أن يغيروا، ولا تتنازل عن مبادئك لإرضائهم. لو تأملت حال الناس لوجدت أكثرهم ليسوا راضين عن الله، فكيف يرضى الناس عن الناس؟ الدرس الثاني: خذ بأيدي الناس إلى الله، وتذكر أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا للعصاة من خلقه، فلو كانوا أهل طاعة ما احتاجوا إلى الرسل، حتى الشواذ منهم أرسل الله لهم نبيا، والذي قال: أنا ربكم الأعلى، أرسل الله له رسولا ليقول له قولا لينا. والذين قالوا أن الأصنام بنات الله أرسل لهم صفوة خلقه عليه الصلاة والسلام. فلا تنظر في ذنوب الناس كأنك رب، وانظر إليهم كأنك عبد. وإن زكاة الهداية التي حباك الله إياها أن تأخذ بأيديهم إلى الله، فما كان لك أن تهتدي بقوتك، ولكنه سبحانه من عليك، فانظر في أهل المعصية كما تنظر في أهل البلاء، وإن المرض أهون من الضلال، فقد يكون رفعة في الأجر، أما الضلال فعاقبته وخيمة. الدرس الثالث: إن القلوب أسرار لا يعلمها إلا خالقها، التي لا تتحجب ليست عاهرة، والذي يسمع الموسيقى
لا يقرأ القرآن. أنا لا أدافع عن العصاة ولا أبرر لهم، إني أقول فقط خذوا بأيديهم إلى الله. الدرس الرابع: إن لم نعامل الناس بأخلاق ولين فنحن نقدم لهم نماذج سيئة عن المتدينين، عندها لن يتركوا معاصيهم ليكونوا متدينين قساة. إن لم نكن نماذج يحتذى بها فلا نلوم الناس لأنهم لا يريدون أن يكونوا مثلنا. فلا تبغضوا الله إلى خلقه. مصافحة ممن يرتاد المساجد لتارك صلاة قد تحضره إلى المسجد، وابتسامة وكلمة حلوة من محجبة قد تقود سافرة إلى الحجاب. كلمة حلوة من طائع قد تأتي بعاص إلى الله. وإن لم يحدث هذا صدى في الناس يكفيك أجر الدعوة. تصدق صاحبنا على ذانية وعلى سارق وعلى غني، فلم يقل له ربه لو تصدقت على عفيفة كان أولى، ولو تصدقت على أمين كان أجدى، ولو تصدقت على فقير كان أنفع. ولكنه أرسل له رؤية صالحة يخبره فيها أنه قبل صدقته، فالزانية علها تترك زناها، والسارق علّه يترك سرقته، والغني علّه يقتدي بك. وإلى اللقاء مع حكاية جديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.